أحبتنا، حقيقة الحكومة تنبه على عمليات بعد الناس عن بعضهم البعض على أساس انتقال فيروس كورونا عن طريق التنفس أو العطاس أو رمي الأشياء. المدن هي أكبر وباء وأكبر وكر لتجمع البشر، يجونك ناس بالطيران، يجونك ناس من كل مكان، تترسب كميات ضخمة من الفيروسات. واحد مريض ممكن يعدي مليون، وذلك الحكومة صحيح أن كل واحد يجلس في بيته إن لم يكن في البر. نحن هنا في البر بعيدين عن البشر، ما نشوف أحد، ولا يمكن فرصات تتواجد هنا، ولا في مطارات، ولا في أحد، ولا في مكان أن ينشر هذا الوباء. أنت الآن في حجر، عندما تكون خارج المدينة أنت في حجر، لكن الموجودين في المدن أسواق ومكان تجمع، محل حط يده واحد وحد حط يده، ولذلك يجي كميات كبيرة من تناقلات الفيروسات والناس يمرضون. أنا أقول اللي في المدينة يجب أن يبقون في بيوتهم، ويجب أن يبعد كل واحد عن الآخر، وبعد عن تجمعات البشر، ويجب أن تعقم المواقع، ويجب أن تغلق مواقع التجمعات. هذا تعاضدا مع الحكومة، لابد من يعيشون في المدن أن ينفذ هذا الأشياء. ولذلك المعذرة، أنا الآن في منطقة في جبل لقمان عليه السلام في الجنوب قرب محايل، منطقة بعيدة نائية، ما في أحد يجي، ما في إلا أنا ويمكن معي زميل. ولذلك اختلاطنا بالناس قليل، نحن نعقم أيدينا، نحن نتعرض للشمس. أنا أقول بيوتكم لازم تكون مفتوحة للشمس، بيوتكم لازم تكون مفتوحة للهواء، عساس الهواء والشمس يعقمونها. اللي بيته مغلق ويحاول أنه يبعد الرطوبة، يحاول يبعد الفرش اللي فيه رطوبة، لأنها مناطق تكاثر هذه الأشياء، إضافة أنك تبخرها بجاوي. الجاوي مهم جدا في عملية التبخير والتعقيم. والمستكة يا أبو فاطمة، والمستكة برضو، إذا نقول كل المبخرات والمعطرات تستطيع أنها تقتل جزء من الفيروسات، تقتل جزء من البكتيريا ونواقل المرض. نحن مناعتنا في المدن ضعيفة من كثر الأمراض. يعني الآن أنا الحمد لله قد يكون قرصتني عقرب بالأمس ولا ما تأثر مثلا. ليه؟ لأن مناعتك مثلا مرتفعة، تتعرض للشمس ساعتين يوميا، تمشي، تتحرك، تبني عضلات، ستكون مناعتك عالية، لكن قد تقاوم أنت الفيروس. أنا ولذلك الرجال اللي يتعرضون للشمس ويبنون عضلات ويأكلون خضار مناعتهم عالية جدا، قد يكون الفيروس فيني وما يظهر، لكن إذا وصلت لبيتي وعيالي مثلا قد أنقل هذا المرض لهم. ولذلك أنا أقول الحجر اللي عملته الحكومة جيد، الناس ما أغلق تماما أسواق، مولات، إدارات حكومية، مدارس، كل هذا الجهد وكل هذا الخسارة الفادحة لا خربها واحد ينقل مرض الآخرين. ممنوع زيارتها، ممنوع التجمعات بين البشر. إن كنت لابد أطلع أنت لوحدك في مكان منفرد، في مكان صحي، في مكان ما فيه وبيا، وانت راجع يجب أن تتعقم، يجب أن تغسل يديك، يجب أن تتطهر. تعرفون مدة الحضانة من 5 أيام إلى 14 يوم ما تظهر، وذلك الحجر الصحي عادة مدة 14 يوم حتى يظهر ذلك الأثر. سلمنا الله وإياكم، نتعاضد مع الحكومة في هذا الموقف ونكون قد هذا التحدي، وممنوع نطلع في الأسواق أو المدن كلها تجمعات ملايين البشر، النقل فيها رهيب جدا وخطير جدا، والمعيشة فيها خطيرة جدا.